كلكم ما تفقدوش الثقه في نفوسكم. هذه الفتره الحجر الصحي، فيقوا في الصباح، غسلوا، لبسوا، تأنقوا بحال اللي غادي للمدرسه تماما، باش تكون الطاقه الايجابيه حاضره وتكملوا بها نهاركم مزيان. ما تنسوش الفطور الصحي اللي بعد منه الدراسه عن بعد، تستافدوا منها مزيان مع الاستاذات تاعنا المشكورين على مجهودات. ودابا رسالتي للامهات، سيدتي كوني ايجابيه مع اطفالك لانهم مستقبل، ما تعصبوش عليهم في هذه الفتره الصعبه. حاولوا تلعبوا معهم تمارين رياضيه باش يكتسبوا الثقه في ادائهم، اللي كانوا ما تشوفوهمش غير فتره المساء بحكم دراستكم وبحكم عملكم. مع الحرص، اشد الحرص على النظافه الشخصيه للاطفال، وما يفوتنيش نعطيك كيفية تعقيم الأماكن المستعملة مثل الحمامات والمراحل ومداخل البيت. بعد الغسل لابد نخلي واحد طبقة ماء، جافيل هي الأخيرة باش تموت البكتيريا وتقلل الجراثيم، مع تعقيم اليدين كل 4 ساعة. ورسالتي الأخيرة هي الزموا بيوتكم لأجل وطنكم ولأجل صحتكم. مع السلامة.